استمرارا مع الأخبار وصفحة 5، قمة مرتقبة بين السيسي وقادة الإمارات، الأردن، البحرين، العراق، تستضيف مدينة العلمين الجديدة خلال ساعات قمة خماسية مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، مصطفى القاضمي رئيس وزراء العراق. بالتأكيد قمة هامة جدا طبعا جدا، توقيت حساس، بنتكلم على عالم بيواجه، لسه كنا بنتكلم في التحديات العالمية، عايزين نعرف أهم الملفات المتوقعة على أجندة القمة، سواء كانت تعزيز علاقات، ملفات الطاقة، الأمن الغذائي، وبالتأكيد مواجهة كل التحديات العالمية. يعني خليني الأول أقول لك إنه هذه القمة قمة فعلاً في غاية الأهمية، توقيت بيفرض مزيد من الأهمية عليها، لكن كمان وجود مصر كمحور في العلاقات مع الدول دي كلها بيزيد وبيضاعف أهمية هذه القمة وأهمية دور مصر في هذه المرحلة. يعني لو حللنا كده الدول اللي هتحضر هذه القمة هنجد إنه في آلية للتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والأردن والعراق، وآلية للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن، والبحر، وتعاون ثنائي والبحرين. على أعلى مستوى مع البحرين. فبالتالي مصر بتعيد بناء التحالفات الموجودة في المنطقة، بتعيد بناء مجموعات مركزة ومكثفة تستطيع استعادة العمل العربي المشترك. كمان في ملفات مهمة جدا هتكون مطروحة على هذه القمة، زي ما حضرتك أشرتي العلاقات الثنائية، ده هيبقى ملف حاضر وبقوة. الاستثمارات المشتركة، خاصة زي ما قلنا إن في آليات للتعاون بين الدول، هذه الدول المجموعة أو الدول الخمس في هذه القمة. كمان من ضمن الحاجات المهمة هيكون الوضع أو الأمن القومي العربي. احنا عندنا الحقيقة تحديات في هذه الفترة، ويمكن شفنا في قمة جدة للأمن والتنمية كثير من الآراء اللي طرحت. لا، مطلوب بقى كمان ان احنا نتابع هذا العمل، نتابع هذه الإجراءات. احنا بنتكلم كمان على اتفاق نووي مع بين إيران والقوى الكبرى، هيكون يعني بيؤثر على مصالح كثير من الدول العربية، يجب أن يبحث. بنتكلم على الملف السوري، بنتكلم على الملف الليبي، على الملف اليمني، على الوضع في العراق، الوضع السياسي في العراق وبيؤثر بشكل كبير جدا. بنتكلم كمان على التدخلات غير العربية أو التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن العربي، دي مسألة هتحظى أيضا باهتمام كبير في القمة. لكن أتصور أن ملفات زي الأمن الغذائي، زي الاستثمارات المشتركة، زي الطاقة وأمن الطاقة في المنطقة سيحتل مقدمة الأولويات في هذه القمة، وهيكون له مساحة كبيرة من النقاش بين الزعماء الخمسة الحاضرين للقمة.